السلام عليكم طلاب الصف الأول، طلاب الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. How are you صف أول؟ How are you? I hope you're fine. Do you know today we learn about colors الألوان. سنتعلم وندرس بعض أسماء الألوان ونستخدمها مع أسماء الفواكه التي درسناها في الحصة الماضية. Let's start. هيا نبدأ. أولاً، كما تعودنا، نبدأ بمهمة القراءة. As usual, we start with reading task. ما هذه الكلمة؟ Who can read this word؟ من يقرأ هذه الكلمة؟ حاول. ألف فتحة آ آ، باء ضمة بو. إذن ما هذه الكلمة؟ صح، أبون. أبو أبو أبو. تا با تا با تابا تابا. تا لكن بو 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 ضمة تابو تابو. من يقرأ؟ حاول. try to read this word. أحسنت. تا 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 تا. هذا صوت طويل، مد ألف. تا 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 تا. بابا بابا. إبا إبا. ألف كسرة باء فتحة. إبا باء كسرة باء فتحة. ببا ببا ببا. أبا أو با أبا أبا. ألف ضمة أو باء فتحة با أبا. Let's listen to this video. أخضر green أخضر green أصفر 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 أنا في الشمس موجود أنا في الموز موجود أصفر 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 أنا في الشمس موجود أنا في الموز موجود أصفر yellow أصفر yellow أزرق 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 أنا في البحر موجود أنا في السماء موجود أزرق 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 أسود أسود أسود
أسود؟ لا، أبيض أبيض أبيض. أنا في البيض موجود، أنا في الثلج موجود. أبيض أبيض أبيض. أنا في البيض موجود، أنا في الثلج موجود. أبيض white، أبيض white. ألوان 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 ألوان. So, today we should use the color with some of the fruits like grape, apple, banana. يجب علينا أن نوظف الألوان مع بعض أسماء الفواكه كعنب، تفاح، موز. هيا نتعلم المفردات الجديدة. نحن الآن سندرس عن الألوان، نتعلم أسماء بعض الألوان. The name of some colors like أصفر، أصفر. هذا لون أصفر، أصفر. أحمر، أحمر. هذا أحمر. أخضر، أخضر. أخضر. وأسود، أسود. Again، مرة أخرى. أصفر، أصفر. أحمر، أحمر. أخضر، أخضر. وأسود، أسود. هذه أسماء لبعض الألوان: أصفر، أحمر، أخضر، أسود، أصفر، أحمر، أخضر، أسود. Assess your learning and scan this QR. قيم تعلمك وقم بمسح هذا الكود. الآن ما هذا؟ ما هذه؟ ما، ما. موزة، موزة. هذه موزة، موزة. ما هذا؟ تو، تو. تفاح، تفاح. وهذا عنب، عنب. هل تتذكر الحصة الماضية، الدرس الماضي؟ تحدثنا فيه عن أسماء لبعض الفواكه كموز وتفاح وعنب. ما ألوان علم الإمارات؟ انظر إلى علم دولة الإمارات. The color in this flag. ألوان هذا العلم: هذا أحمر، أحمر. أخضر، أخضر. أبيض، أسود. علم الإمارات فيه أربعة ألوان: الأحمر، الأخضر، الأبيض، واللون الأسود. جميل. تعالوا نقوم بتلوين هذه الفواكه. أولاً الموز. ما لون الموز؟ الموز لونه أصفر، صحيح. تعالوا نلون الموز باللون الأصفر. جميل. This is banana, yellow banana. هي صفراء، نلونها باللون الأصفر. هذا تفاح أحمر، صحيح، صح. Excellent. تفاح أحمر، أحمر. تفاح أحمر. هذا تفاح أحمر. والعنب، ما لون العنب؟
صحيح إنه أخضر. عنب أخضر، عنب أخضر، أخضر اللون. لذلك موز أصفر، تفاح أحمر، وعنب أخضر. موز أصفر، تفاح أحمر، عنب أخضر. هيا نصل. ماتش. ما هذا؟ هذا موز. ما لونه؟ أصفر. موز أصفر. هذا تفاح. ما لونه تفاح؟ صحيح، أحمر. وعنب أخضر. موز أصفر، تفاح أحمر، عنب أخضر. Let's make a sentence. كون جملة صحيحة باستخدام هذه الكلمات. Use these words and make a correct sentence. هذا، 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 ما هذا؟ هذا عنب، لكن ما لون العنب هنا؟ لونه أسود. هذا عنب أسود، هذا عنب أسود. هذه الجملة الأولى. تعالوا نكون الجملة الثانية باستخدام هذا أيضا. هذا، ما هذا؟ تفاح، ما لونه؟ أخضر. هذا تفاح أخضر. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة. هذا موز أصفر. We start the sentence with هذا. نبدأ بهذا. After that, the name of the fruit. After that, the color. At first, هذا. At second, the name of the fruit. At third, اللون. هذا تفاح أخضر. هذا موز أصفر. هذا عنب أسود. جميل، أحسنتم.